اعارات من داخل النادي الاهلي للدوري المصري. في الجونه بس احمد ياسر ريان، احمد حمدي، محمود الجزار، عمرو سعداوي، عمرو رضوان. اتحاد سكندري فوز الحناوي وعمار حمدي. سموحه عمرو بركات وكريم يحيى. الانتاج الحربي محمد حسين. جمهوريه شبين محمد عصام الغندور. احد السعودي مؤمن زكريا والشرطه العراقي سليف كوليبالي. تخيلوا حضراتكم ان كل الاعارات اللي موجوده دي، هل ده معناه ان هم لعيبه مش كويسين؟ بالعكس، ممكن يكونوا لعيبه كويسه جدا، بالعكس هم لعيبه كويسه جدا جدا جدا. ولكن في نفس الوقت لو ربطنا الموضوعين ببعض، موضوع الاكاديميات ها وموضوع اعارات اللعيبه، ما هو اعارات اللعيبه ده عباره عن ايه؟ اللعيبه دي كلها لعيبه النادي الاهلي. واحد زي ناصر ماهر السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها كان بيلعب في سموحه وكان اعاره من النادي الاهلي لسموحه، تالق في نادي سموحه. ناصر ماهر حاطط رجليه دلوقتي ان هو ان شاء الله يكون مرشح لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه، منتخب مصر الاول بعد ما لعب مع النادي الاهلي، بعد ما لعب مع النادي الاهلي. فالاعارات دي بتدي وقت كبير جدا جدا ان انت تقعد تتفرج على اللعيبه دي مره تانية وثالثه ورابعه ومباراه رسميه ومباراتين وخمسه وعشر مباريات رسميه، تقعد تتفرج على اللعيبه دي علشان تشوف السنه الجايه مين اللي النادي الاهلي هيستفيد منه. اللعيبه دي كلها بتبقى خبره زياده ليهم. زي ما قلت لكم المثل الواضح في هذا الموضوع هو ناصر ماهر. تمت اعارته، قعد سنه الثانيه اصبح رائع، وبالتالي الناس خدته في النادي الاهلي رجعته وقالت له اتفضل مكانك موجود في الفريق الاول. كم واحد من الاسماء دي بقى يقدر يجي النادي الاهلي السنه الجايه ويبقى افضل وافضل مما كان عليه؟ هل احمد ياسر؟ هل احمد حمدي؟ هل الجزار؟ هل سعداوي؟ هل عمر رضوان؟ هل فوزي الحناوي؟ هل عمار؟ هنقول اسماء كثيره جدا جدا جدا. وبالتالي هو نفس الفكر، ولكن انت عندك مجلس اداره بيفكر ازاي خارج المستطيل. هيطلع افريقيا، هيحط لعيبه هيحط اكاديميات في افريقيا، اكاديميه الاهلي هتبقى موجوده، وهيجي اللعيبه هنختار من اللعيبه دول ما يتناسب مع النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، وبقيه اللاعبين ممكن يبقى فيه بقى شكل تسويقي معين ده امير توفيق يعمله مع بالاتفاق مع كابتن خالد بيبو والكابتن شطه والاستاذ محمد الجرحي. المجموعه كلها هتشتغل خلال الفتره اللي جايه على هذا الموضوع. الاعارات مهمه جدا جدا جدا. مش عايز حد بس يستقل بالمواضيع دي، لان دي مواضيع السنه الجايه ممكن تلاقي اثنين ثلاثه من اللعيبه دي موجوده مع النادي الاهلي في ظل مستوى ارتفع اكتر واكتر، اصبح مستواه اكتر او احسن من السنه اللي فاتت او السنه اللي احنا بنتكلم فيها. عشان كده الاعارات ملف مهم جدا جدا جدا، اللي هي ملفات اعاره اللاعبين من النادي الاهلي الى الدوري الى انديه الدوري المصري بالكامل.